رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامجنا النهاردة وهي مشاغبات عادل وعلاء. الفترة اللي فاتت كلها لما كان المشاغبات دي كانت بتعمل ان احنا بنفاجئ بعض على الهواء بالأسئلة. فاتصلت بالضيف، هو بقى صاحب برنامج دلوقتي مش ضيف، قلت له لا احنا عايزين نرتب الأسئلة مع بعضينا شوية عشان بس انا يعني نعملها بشكل مختلف، نرتب الأسئلة. فقال لي خلاص احنا نتكلم النهاردة عن القلق والتوتر. فلما بعت لي العنوان انا سرحت. ليه بقى سرحت؟ لان انا كنت مجهز المقدمه بتاعتي ان انا هتكلم برضو عن القلق والتوتر ووسائل التوتر الاجتماعي وازاي نتعامل مع فيروس كورونا وبتاع. فقلت لا، ده احنا وصلنا لمرحله المشاغبات ان احنا بقى في عندنا مش عارف، هو عندهم بيسموه بقى تلاقي الافكار وتلاقي الارواح وما اعرفش هو بيسموه عندهم في التنميه البشريه ايه. ولكن انا لما بعت الاسئله قعدت انا اضحك لان المقدمه بتاعتي هو العنوان اللي هو اختاره. خليني الاول ارحب بضيف ضيفكم دكتور عادل المرزوق، استشاري التنميه الذاتيه والاداريه. صباح الفل عليك يا دكتور عادل. قلتها صح المره دي؟ لا تمام زي الفل كده. تمام يعني تمام. انت اخترت النهارده ان احنا نتكلم عن التحرر من القلق. تمام صح كده؟ صح كده. وبعت لي الاسئله انا هقولها سر اهو، لدرجه ان انت بعت لي منك كمان حاجه كده كانت حاجه التفريغ النفسي وده هنختم بيه الحلقه النهارده. جميل. خلينا الاول لما بين احنا بنتكلم عن القلق لازم نعرف القلق والتوتر. تمام. هو القلق هو بيبقى حاله شعوريه، يعني انا عندي حاله شعور معينه نتاج مجموعه من الافكار اللي مبنيه على توقع غالب الامر بيكون سلبي او سيء. لا مش فاهم. تاني. القلق هو حاله من الشعور، يعني أنا حاسس بالقلق. تمام. نتاج مجموعه من الافكار. ايوه. اصلا ابني هيحصل له حاجه، اصلا ممكن اتخبط، اصلا ممكن اتسرق، اصلا ممكن اتصاب بالفيروس، اصلا ممكن ما اتعالجش، اصلا انا لو اتصبت ممكن ما اتعافاش، اصلا ممكن اموت. هنا افكار اهي. تمام. تمام. الافكار دي غالب الامر تبقى توقعات سلبيه وسيئه، عمرها ما تكون توقعات ايجابيه. طبعا. لان لو عندي توقع ايجابي عمري ما هقلق. بالعكس هكون سعيد وفرحان قبل ما الحاجه تيجي. هايل. تمام كده. تمام كده. برافو عليك والله. تمام. الله لا. الله عليك. تسلم. طب وانت متجاهل البرنامج وتبقى قلقان ومتوتر الايه؟ وانت جاي البرنامج وتبقى قلقان ومتوتر؟ متوتر؟ ها؟ هقعد معاكم متوتر ازاي؟ يعني بتبقى هادي. تمام تمام. هو فارق بين القلق والتوتر؟ شويه. في شويه. القلق دايما بيكون له علاقه بالحاجه المستقبليه، انما التوتر غالب الامر بيكون المستقبل القريب، يعني الحاجه القريبه قوي. تمام. يعني مثلا يقول لك هو دلوقتي قاعد قدام الكاميرا متوتر. لان دي حالته دلوقتي. انما القلق غالب الامر قلقان يتفصل من الشغل، قلقان يتصاب بالفيروس، الآن يموت، الآن ما يتعافاش، الآن ما يلاقيش شغل. فدي حاجة لا علاقة بالمستقبل شيء. تمام. هي. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم على القلق، عايزين نعرف الأسباب والعلاج. جميل. هو المفروض قبل ما نتكلم في الأسباب والعلاج يعني نشوف الأعراض بتاعته، هل له أثر سلبي ولا لا؟ يعني هل هو القلق، القلق نفسه. تمام. هل له أثر سلبية في حياتنا ولا ملوش؟ ابتداء كده القلق بصفة عامة هو مهم. يعني مهم. القلق جد زي الخوف مهم، يعني الناس بتقول الخوف وقاوم الخوف. الخوف مهم لان بدون الخوف مش هتبحث عن الامان. تمام. لان لو من غير خوف هتمشي في الشارع متهور ومش هيفرق معاك لانك مش خايف. صح. تمام. فالخوف هو اللي بيخليك عندك نوع من انواع البحث عن السلامه والامان والحذر. والحذر. تمام. القلق هو اللي بيخليك تستعد اكتر، يعني مثلا قلقان من انترفيو، قلقان من مقابله، فتستعد اكتر. الان من انت تفصل من الشغل فتجتهد اكتر. بس فوق القلق يجيب نتيجه عكسيه لو زاد بقى عن حده. آه. هي دي بقى الفكره. فده المبدا اللي احنا عايزين ناسسه، ان كل شعور سلبي وجود نسبه منه هو شيء طيب جدا ورائع جدا ومش محتاج نتخلص منه تخلص نهائي. ولكن زياده النسبه هو اللي مش صح. يعني مثلا لو افترضنا ان القلق ده شبهناه بالملح، فمفيش اكله في الدنيا هتبقى حلوه من غير ملح. تمام. فلازم نحط شويه ملح. تمام. ولكن مش هملى الطبق ملح، مش هغرقه ملح. تمام. فلو اتغرق ملح هتبقى اكله صعبه خلاص هتترمي. تمام. وكذلك القلق لو زاد في حياتنا هنبقى حياتنا صعبه المساق، انا مش هعرف استطعمه، مش هعرف اعيش. هل في خطوات ممكن الواحد يعملها ويشتغل بيها على نفسه عشان القلق ما يزيدش عن حده؟ طبعا. تمام تمام. ولكن زي ما بنقول كده قبل ما نتكلم على الخطوات والاسباب حابين بس نعرض كده، طب القلق بقى لو زاد والملح زاد قوي في حياتي ايه اللي ممكن يحصل لي، او ايه الاثار السلبيه اللي ممكن تحصل لي
لو القلق زاد في حياتي. طب قبل ما نتكلم على الاثار السلبيه عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. احنا متفقين على اسئله بس كل اسئله اللي بيسالوا دي غير اللي متفقين عليها خالص. مفيش مشكله. تمام. الاثار السلبيه اول اثر سلبي ممكن ينعكس عليا من خلال القلق ان رقم واحد بخسر العلاقات اللي حواليا. لان انت في حاله قلق، في حاله توتر، في حاله مش كويسه، فممكن تشد مع المدام او يشد مع ابنه او يشد مع مراته او يشد مع المدير، فيخسر العلاقات اللي حواليه بسبب حاله القلق اللي هو فيه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه هو الشلل الفكري او الشلل العقلي. غالب الامر الواحد لما بيحس بحاله قلق بيحس ان عقله مش قادر يطلع حل. يعني انا داخل على مشكله وقلقان، فالقلق لما بيزيد بيحصل شلل عقلي. يعني ممكن يكون الحل قدامك وسهل وبسيط، ممكن بكام تليفون تحل المشكله. صح. ولكن المشكله انك خلاص بتبقى في حاله شلل عقلي، انت بتبقى في حاله شلل تام لان القلق مسيطر عليك. العرض الثالث او الاثر الثالث اللي ممكن يحصل لي غير خساره العلاقات وغير الشلل العقلي الامراض النفس عضويه. كده ممكن نكون بنتكلم على الاثار السلبيه للقلق. تمام. زي مثلا الامراض النفس العضويه زي مثلا الضغط والسكر والقولون، دي كلها ممكن تيجي نتاج القلق. الواحد لما يقلق كتير ممكن يبقى ممكن عنده يبقى امراض شيء متعرف عليه جدا اسمها امراض نفس عضويه. تمام. بتيجي بسبب ضغوط نفسيه بقى اتعاملت عليك ضغط وستريس فوصلت لحاله القلق فبالتبعيه وصلت لامراض النفس العضويه. تمام. طبعا في اثار تانية ولكن عشان وقت الحلقه يعني، ولكن دي تقريبا اكتر الاثار اشتهارا اللي هو الشلل العقلي اللي هو خساره العلاقات وبرده استهلاك الوقت. يعني الوقت بيستهلك. يعني انت تخيل كده واحد قلقان بدل ما هياخد خطوات في الحل. يعني مثلا سي انا سبت شغلي مثلا. يعني كتير من الناس اتصابت في موضوع كورونا الاخيره ان هي مثلا شغلها اتقفل او مشروع اتقفل، فبدل ما يدور على مشروع بديل او يدور على حاجه تانية هو خلاص عايش طول يومه في القلق. ليل ونهار قاعد بيحسب خسر قد ايه وقلقان من الموضوع يطول اكتر من كده وقلقان ان خسارته تزيد وقلقان من اول كل شهر عشان المرتبات اللي هيدفعها للناس اللي عنده والاجور، فبيدخل في حاله من الضغط النفسي وحاله ممكن القلق. تؤدي للاكتئاب كمان خلي بالك. طبعا القلق من بدايه خطوات الاكتئاب. تمام. فكده برضو من ضمن الحاجات اللي بتدمرها هي الاستهلاك للوقت، بتستهلك الوقت بتاعي. فاذا انت مشلول عقليا ومستهلك وقتيا وبتخسر علاقات في اللي حواليك، فمفيش ادنى استفاده ولا ادنى مكسب من ان انا عايش بقلق. تمام. دي بالنسبه للاثار. تمام. بص انت اخترت التفريغ النفسي، وانا حتى لما اجي اكتب من وراك انا ما فهمتهاش. ايه بقى قصه التفريغ النفسي دي بقى؟ جميل. ونستفيد فيها ومعانا وقتنا ومعانا راحتنا. طيب احنا كده عملنا الجنب على الاسباب والعلاج. تمام. اتكلمنا في الاثار، ناخد الاسباب والعلاج سريعا ونخش في التفريغ. ماشي. اوكي. طيب بالنسبه للاسباب، ايه الاسباب اللي ممكن تخليني اقلق؟ يعني احنا دلوقتي خلي بالك هنأجل التفريغ النفسي للقلق. لما نتكلم على الاسباب والعلاج. الاسباب والعلاج. تمام. وبصوره سريعه برضو زي ما اتكلمنا عن الاثار بصوره سريعه. تمام. بالنسبه للاسباب، ايه الاسباب اللي ممكن تورس لي القلق؟ طبعا في اسباب كتير ولكن من اشهرها يعني اول حاجه البرمجه العقليه. يعني ايه البرمجه العقليه؟ ولد اتولد في بيت واتنشا بابا متعود يقلق وماما متعوده تقلق. يعني تمام. بابا دايما في حاله قلق مستمر ومامته في حاله قلق مستمر في حاله توتر وضغط طول الوقت. يعني هو اتعود على كده. تمام. فدي اسمها برمجه عقليه، هو اتبرمج على كده. فلما بيكبر اقل موقف بيمر بيه بيقلق. تمام. دي اول مشكله. تمام. او اول سبب. السبب الثاني ودي بقى من اقوى واهم الاسباب في القلق هي فكره تضييق الدوائر. يعني ايه تضييق الدوائر؟ احنا كلنا كبشر لنا مجموعه من الدوائر. كل ما القلق بيحصرك جوه الدايره اللي جوه قوي كل ما انت بتبقى في حاله توتر وقلق. بمعنى ادق ايه هي الدوائر دي عشان نبقى فاهمين. اول دايره بنبقى حريصين عليها قوي وبنخاف ان اي حاجه تهددها هي فكره البقاء. يعني احنا اي حاجه هتاثر في بقائنا كبشر دي يعني يعتبر الدايره الداخليه، ودي الدايره اللي يمكن كل البشر ما عندهمش استعداد يضحوا عنها. البقاء في كل المجالات، انت ممكن تبقى بقاء في شغلك. البقاء على الحياه. تتكلم على الحياه. تمام. دي اقوى دايره عندنا كبشر. ان انت ممكن تخسر شغلك وتخسر الدنيا كلها بس في الاخر ما تخسرش حياتك. تمام. فده البقاء. الدايره الاوسع شويه هي دايره البقاء، يعني الاستمرار في الحياه. في الحياه، البقاء على قيد الحياه. تمام. الدايره الاوسع شويه الامان، ان احس بامان. في ناس ممكن مثلا عايش في دوله فيها حروب فيسيب الدوله دي ويسيب الشهاده والدكتوراه والفلوس والدنيا دي كلها ويروح يبدا في دوله ثانيه
عشان يعيش في امان. الله ينور عليك. تمام. الدايره اللي بعدها شويه غير دايره الامان هي مش دايره السلامه اللي يبقى عندي نوع من انواع السلامه، السلامه الصحيه، سلامه الصحه العقليه، وسلامه الصحه البدنيه، وسلامه الصحه النفسيه. تمام. تمام. دي دايره السلام. الدايره الاوسع شويه اللي هي برضو بنبقى حريصين عليها هي دايره المعايشه، يعني محدش يحب يعيش مثلا في جزر منعزل عن الناس. اه صحيح. احنا كلنا بنحلم ان احنا نروح نقعد نقضي وقت كده، بس استحاله تقضي طول حياتك كده. اه يعني فتره فصلان بيسموها. فمثلا تخيل لو حد موجود في مجتمع والمجتمع انعزل عنه مش هيعرف يعيش. يعني المجتمع خد قرار ما يكلموش، ولذلك عوقب بعض الصحابه في تخلفهم عن الغزو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكلمهم فتره ما. فده كان عقاب قاسي عليهم شويه. تمام. هي فتره تعايش، وبرضه اللي بيتسجن بيحرم من هذا الامر. ولكن الدايره الاوسع شويه دايره الحريه، ان انا عايز احس بحريه اكتر في حياتي. تمام. واكون عايش في حريه. الدايره الاوسع منها شويه هي دايره الكرامه. هو بس الحريه دي عارف بيفكرني بالفتره اللي فاتت لما كان الحظر. أيوة. تعرف انت، فالناس كلها كانت حاسه بان هي حريتها مقيده شويه. مقيده. تمام. الدايره الاوسع شويه هي دايره الكرامه، ان انا ما احبش ان حد يؤذي كرامتي او يذلني او يهني او الكلام ده كله. الدايره الاوسع شويه هي القيمه. اللي هو دايره القيمه اللي هو عايز يحس بقيمته. تمام. انا مدير في حته، دكتور في حته، رئيس، مذيع، whatever، هو عايز يحس بقيمته حتى على مستوى الاسره. خلي بالك انت المفروض انك كأب، قيمتها كزوجه، كابن، قيمتها كأم، قيمه، احساس بالقيمه. الدايرة الأوسع من القيمة هي دايرة الطموح. تمام. لو جه القلق هدد الطموح، هي أخف وطئا بالنسبة لي من يهدد القيمة. وهي أخف وطئا من يهدد الكرامة، وإن هي أخف وطئا إن يهدد كل ما بتدخل في الدائر جوه بقى. تمام. أخف وطئا إن يهدد الحرية. ممكن أضحي بالكرامة بس حريتي لأ، يعني ممكن أضحي بالقيمة بس الحرية لأ. صح. أخف وطئا الحرية، لما يهدد الحرية أخف وطئا من يهدد التعايش مع الناس، أخف وطئا من يهدد السلامة، سلامة الصحة البدنية أو النفسية أو العقلية، أخف وطئا من يهدد الأمان، أخف وطئا من يهدد البقاء. طبعا. فكل ما القلق بيضيق عليك الدواير كل ما القلق بيزيد. يعني كل ما القلق بيجي في منطقة، ودي يمكن في كورس اسمه التحرر من القلق أنا بقدمه، يعني دايما بنتكلم في الدوائر دي ونشوف القلق بتاعك في انهي نقطه من الدوائر، لان كل دايره من دي لها علاج. ليها علاج مختلف. اه طبعا. فالفكره كلها ان تضييق الدوائر ده بيحسسك بنوع من القلق، كل ما بتدخل الدوائر عليك، بالذات في الدوائر اللي احنا اللي قلنا عليها الدوائر اللي جوه اكتر، دي غالب الامر بتبقى متعبه بالنسبه لي. طب خليني، انت حضرتك قلت كل دايره من دول ليها علاج. ناخد كده حاجه على سبيل المثال العلاج. ما هي بأنهي دايرة مثلا؟ يعني تحريق اللي هو أول حاجة اللي هي الحياة، البقاء. البقاء. تمام. هو طبعا الحرص على البقاء، البقاء مرتبط بمجموعة حاجات. أول حاجة الحقائق. يعني إيه الحقائق؟ يعني مثلا أنا دايما خايف على البقاء، الآن من البقاء، الآن إن بقائي على الأرض يزول أو أموت مثلا. في ناس عندها فوبيا الموت، يعني عندها فوبيا من الموت، وعندها فوبيا من المرض. ده عنده قلق من الموت وقلق من المرض، فده خايف على دايرة الايه؟ البقاء. صح؟ تمام. أول حل معاه هو الحقائق، بمعنى أدق تعال نشوف أنت خايف من كورونا، لأن الكورونا بتهدد دايرة البقاء. مظبوط. في الحالة دي إيه المطلوب؟ تعال نشوف الحقائق والأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن نسبة الوفيات 3.7 أو 3.8 أو بحد أقصى 4%. طب إذا في 96% بيتعافوا. هايل. يعني دايما تحاول تبحث عن الحاجه الايجابيه اللي تخليك مطمئن، اللي تخليك مطمئن. تمام. وطبعا ليه خطوات تانية كتير. تمام. هنبقى نتكلم بالتفصيل في كل دايره من الدوائر دي في العلاج. كل دايره نتكلم فيها التفريغ النفسي، واحنا معانا 5 دقائق. جميل. تمام. طيب سريعا كده، بعد ما خلاص عرفنا الاسباب وهو العلاج، من ضمن ادوات العلاج هي التفريغ النفسي. تمام. ايه قصه التفريغ النفسي؟ الاول قبل التفريغ النفسي سريعا، اول حاجه تحمل مسؤوليتي، اتحمل مسؤوليه قراري. ما القيش اللوم على الظروف، ما القيش اللوم على اللي حواليا. تمام. ما القيش اللوم على المجتمع، ما القيش اللوم على البيئه، ما القيش اللوم على الاب، ما القيش اللوم على الحكومه، ما القيش اللوم على حد. اتحمل مسؤوليه، ده رقم 1. رقم 2 طبعا بدون جلد للذات. طبعا بدون جلد للذات. تمام. رقم 2، الله عليك بقى، الله عليك، شفت ازاي جميل. رقم 2 استحضار الان. يعني ايه استحضار الان؟ انك تعيش في الحاضر اللي انت عايشه. تمام. لان انا بقول دايما بين الان اللي هي ناو بالانجلش، مش الاي، لو مش الانا، الان الان. تمام. الحاضر.
تمام. أعيش اللحظة. تمام. ولذلك من أهم النصايح اللي كتبت في كتاب ده عن القلق وابدأ الحياة بتاع ديل كارنيجي، أول نصيحة فيها عيش في حدود يومك. تمام. الكتاب ده رائع جدا لدرجة الشيخ محمد غزالي عمل منه كتاب آخر اسمه جدد حياتك. تمام. تمام. فالمفروض إنك تعيش الحاضر اللي أنت فيه. تمام. استحضار الآن، يعني عيش دلوقتي. لأن بين آلام الماضي والقلق على المستقبل يموت الحاضر الحي. تمام. تمام. الله يعليك. من ضمن برضو الحاجات المهمة اللي أنا أخلي بالي منها عملية التفريغ النفسي بعد ما تحملت المسؤولية وعشت الحاضر، أنا ببدأ أفرغ نفسي. تمام. تفريغ نفسي بمعنى إيه؟ كلنا بنمر بضغوط مستمرة، بس حالة الكبت الدائم اللي إحنا بنعملها دي هي اللي بتخليني ما أقدرش أسيطر على القلق. أنا ما عنديش مشكلة قلنا في جزء من القلق، بس دايما دايرة سيطرتي تكون أكبر من دايرة سيطرة القلق. تمام. فالحل إيه؟ الحل إنك تعمل عملية تفريغ مستمر. كلنا بلا استثناء بنعملها، بس للأسف مش بنداوم عليها. من ضمنها مثلا العبادات، إن أنت تصلي. تتكلم على خطوات التفريغ النفسي. تمام. إن أنت تصلي مثلا، الجانب الروحاني، تقرأ قرآن، تقرأ قرآن، تروح الكنيسة، تتعبد، الجانب الروحاني. الجانب الروحاني. تمام. الاتجاه الثاني هو الحديث، والحديث له ثلاث أطراف. الحديث مع الله، ويا ريت أنا بقول الحديث مع الله مش الدعاء، مش أدعية مقصورة، يعني اتكلم مع المناجاة. ربنا كأنك بتتكلم مع حد تعرفه. تمام. والحديث مع الآخر، الفضفضة. ولكن وأحسن وقت للمناجاة مع ربنا هو بيبقى وقت الفجر. أحسن وقت للمناجاة مع ربنا هو وقت ما تحس إنك عايز تكلم ربنا. تمام، برافو عليك، أقنعتني. الحاجة اللي بعد كده هي الحديث مع الآخر اللي هي الفضفضة. وطبعا للأسف بنروح نفضفض لأهل الثقة ونسيب أهل الخبرة. المفروض أروح لأهل الخبرة قبل ما أروح لأهل الثقة، لأن أهل الخبرة هينصحوني بواحد اتنين تلاتة، إنما أهل الثقة ممكن يلبسوني في حيط. تمام. برضو من ضمن الأدوات التفريغ هو الحديث مع الذات، ان انا اتكلم مع نفسي. تمام. للاسف قعدنا نقول ده مجنون، ده بيتكلم نفسه. لا، اتكلم مع نفسك، دي من ادوات التفريغ الذاتي. تمام. الاتجاه الثالث بعد كده في موضوع التفريغ هي الطبيعه. تمام. اقعد قدام البحر، تقعد قدام مثلا خضره جميله جدا بتخليك تفرغ كل الطاقات السلبيه اللي جواك. تنظر للسماء. وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل النظر الى السماء. تمام. كوبايه شاي كده قاعد في البلكونه وتشوف القمر وبتاع، هتلاقي الدنيا بدات تهدى معاك. من ضمن برضو ادوات التفريغ النفسي هي الحركه. والحركه طبعا هي منها المشي. وكتير مننا لما بيكون مخنوق ومتضايق بينزل يتمشى. تمام. بس المشي هنا له شرطين. الشرط الاولاني ان انت لما تكونش بطيء ولا تكون سريع، يعني مشي اللي هو الوسط. تمام. لان السرعه بتزود التوتر والبطء بيزود الحزن. تمام. فمحتاج مشي وسطي ومن غير ما تحدد وجهتك، يعني انت ماشي كده مش عارف انت رايح فين. تمام. تمام. من ضمن برضو الحاجات هي فكرة التأمل، مديتيشن، أنا أقعد كده مع نفسي وأقعد أفكر بهدوء. ومن ضمن الحاجات اللي بتساعدك هي الخيال، إنك تقعد تتكلم مع الشخص أو تتكلم مع نفسك بصوت عالي وتبدأ تجاوب إجابات عقلانية. من ضمن الأدوات برضو اللي تساعد على القلق إن أنا أخد الموضوع في 3-4 خطوات سريعة ومقايل لنفسي. رقم واحد هو إيه اللي قدامنا دقيقة. جميل. إيه اللي ممكن يحصل؟ تتوقع السيء، توقع السيء السلبي. بعد ما تتوقع السيء قول اوكي انا موافق عليه. تمام. خلاص هتسجن هتحبس. تمام. هتحبس هتصاب كورونا. خلاص اوكي هتصاب. تمام. انا قابلت ان انا اتصاب. تمام. طيب ماذا بعد؟ أيوة. بعد ما اتصاب ايه اللي المفروض اعمله؟ 1-2-3 وتبدا ترتب لنفسك اللي المفروض تعمله. ابحث عن اي حاجه ايجابيه، الحاجه اللي تبسطك عشان تعمل فيها تفريغ نفسي. ومن ضمن التفريغ النفسي بالنسبه لي وبالنسبه لك ان احنا نيجي البرنامج هنا. تسلم. خلصت المشاغبات. اعتقد انا ما كنتش مشاغب معاك النهارده. مشيت معاك وقعدت اسمع لك وموافقك على كل حاجه. صح. خليني بالنيابه عنكم واشكر دكتور عادل مرزوق، استشاري التنميه الذاتيه والاداريه وصاحب فقره مشاغبات عادل وعلاء، اللي ان شاء الله هنحاول بقى نخليها كل اسبوع كده نقنعه بكده. خلصت فقرات برنامجنا النهارده. ونصيحه اخيره لكل حد او لكل فرد بيتفرج علينا، ابعد عن التوتر والقلق وخد كل المواضيع بالراحه وهدوء. ده هينعكس على الحاله النفسيه بتاعتك وبالتالي هينعكس على كل تعاملاتك مع الاخرين. خلصت فقرات برنامجنا النهارده. معاكم يوم الجمعه الجايه، بس ايه قبل ساعه من دلوقتي واحده فقرات برنامجكم. صحتك سلامتك، اشوفكم على خير.